للمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الباسط بن هامر، رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية. أستاذ عبد الباسط، أولا بعد التحية، نحن الآن أمام زخم ليس فقط عربي، ولكن أمام زخم وموافقة دولية على المبادرة التي تحدث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس أو أمس في اجتماعي مع السيد عقيل الصالح والمشير خليفة حفتر. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الزخم الدولي والعربي يضيف إلى هذه المبادرة ويضع المجتمع الدولي أمام التزاماته تجاه ليبيا بشكل عام؟ حقيقة يعني المبادرة كانت في توقيت مهم جدا، لهذا رأينا الالتفاف الدولي حولها. يعني آخر اتصال كان ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد على ضرورة حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية وعلى إعلان القاهرة تحديدا. حقيقة هذه إشارة مهمة حول خلية العمل التي كانت تعمل طيلة الأيام الماضية في الخارجية المصرية. والسيد سامح شكري كان قد اطلع على كثير من الاتصالات التي أتت حول إيجاد حل حقيقي يشكل تلاقي مع لقاءات برلين، أبو ظبي، روما، باريس. اجتمعت في كل هذه المبادرة التي تؤكد على وحدة واستقرار ليبيا من جهة، وقف التدخلات الخارجية، إنهاء كافة أنواع التواجد المسلح المرتزق الموجودين، أيضا التغلغل التركي في ليبيا لابد أن يكف أردوغان أيديه عن دعم الفوضى وزراعتها في ليبيا. بتقدير أن أنا وهنا السؤال هنا السؤال أستاذ عبد الباسط، مسؤولية من الآن؟ يعني مسؤولية من الآن أن يوقف هذا التوغل التركي وهذا الغزو التركي لأراضي دولة عربية مثل ليبيا؟ يعني نحتاج إلى كل هذه الرسائل الإيجابية التي وردت حول مبادرة أو إعلان القاهرة. نحتاج أولا إلى خطوة من المجتمع الدولي أن يكون واضحا وصريحا في معاقبة. نحن تفصلنا ممكن ساعتين أو ثلاث فقط، صحيح، عن بدء وقف إعلان سريان، وقف إطلاق النار في ليبيا. وهذا هو الفيصل في الموضوع، يعني جدية المجتمع الدولي في معاقبة كل من يخرق هذا الاتفاق. أنا أرى أن الأتراك لن يتوقفوا عن محاولة زرع الفوضى والقلاقل وغيرها، ولذلك لابد من تسمية الأمور بمسمياتها. لا توجد حل أزمة على حساب أزمة أخرى، يعني سوريا وليبيا لابد أن تحل كل منهما قضية بشكل منفصل، ولكن أن يتم تصدير الأزمة إلى بلد آخر من أجل صناعة فوضى وملف آخر من الإرهاب وما إلى ذلك من أجل أن تبقى المنطقة مشتعلة، هذا أمر لن يفضي إلى استقرار أبدا. بالعكس، هذا سيؤدي إلى كثير من المشاكل. أنا هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا على القوى الليبية في المنطقة الغربية أن يسحبوا تحالفهم مع العدو الخارجي الذي يهددنا جميعا تركيا. اختلفنا او اتفقنا، ولكن هذا عدوان، لكن علينا ان نبقى داخل البيت الداخلي وان يكون الحل ليبي ليبي بدون استقواء من الخارج. الاستقواء بالخارج راينا تداعياته في 2011 كيف، وربما هذا هو المحور الرئيسي في المبادره التي اعلنت عنها القاهره، ان يكون الحل ليبيا ليبيا. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي عبد الباسط بن هامل، رئيس تحرير جريده الساعه الليبيه، على كل هذه التوضيحات.